سلام الزينين، اليوم غادي نتكلم لكم على الدجاجة من كتفقس وكيبقاو لنا داك القشور ديال البيض من كتفقس به الدجاج. هذا كنتو ما كترميوه بصح زينين. ها شتو الدجاجة فين كاينة؟ هاهي الدجاجة. يعني مي كتفقس الدجاجة هادوك القشور ديالها صالحين بزاف، نتوما كترميهم، ولكن غادي نتكلم لكم عليهم. هما زينين بزاف هادوك القشور مي كتفقس الدجاجة 21 يوم ولا 22 يوم، وكيبقى لنا هادوك القشور. كاين اللي كيرميوهم في البادية ما كترميوهمش. غادي نكمل لكم درك. اها الزوينات ديالي والزوينين، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع الصحيحة؟ ثم لاباس عليكم، كيداير على الاحوال ديالكم؟ كنشكركم على التعليق وكنشكركم على الكلام الزوين، وراكم ديما في القلب. قالت لك وحده يا خويا ابراهيم البيدو هذا مزينته، يعني يا العدو شتي على البيدو. ابراهيم ما على بالكش، ما شتيش، ما كاينش، ما حاضرش. هذا البيدو شريته انا للبنت ديالي باش تلعب، وراني درك نستعمله باش نوري لكم الوصفات مع زوين وضريف، نوريكم كي ديرو. هذا ديال علاش مبنترينه بالخضر؟ على حساب الفلاحه، على حساب الفلاحه خضراء وكل شيء، لان شرينا واحد الغرسات وكل شيء، وشرينا واحد الغرسات وشرينا معاه هذا البيدو. كانت غرسه البنت ساعه ما صدقوش الغرسات ما خرشوش، وشرينا معاه واحد الراطو وواحد البالا وكل شيء. وقالت لك اخويا ابراهيم البيدو مزينت، وابراهيم ما شافتوش حبي. كنبغيكم وكنبغيكم نسلم عليه، انا نبغي نضحك. هذا ديال البنت ديالي راني نستعمله. اليوم غادي نتكلم ليكم على الدجاجه من تكون محضنه. الدجاجه تكون محضنه يكون تحتها البيض، من يكون تحتها البيض النص يخرج والنص ما يخرج، النص يخرج منها الفلالس والنص ما يخرج منها الفلالس. لكن حنايا هذاك القشور كنرميوه، وداك البيض الخامج ثاني كنرميوه، لكن عندنا فيه منفعه بالله كل شيء بقيتو ترميوه. هادشي مشى، مشى هادشي. حنايا عندنا القشور ديال البيض، القشور ديال البيض هما هادو. هاهم يلا خرجت الدجاجة، أنا درت تحتها 9 ديال البيضات، معايا غير صغيورة الدجاجة، خرجت 6 و3 خرجوا خامجين. ها هادو خامجين، وهادو الخامجين عندنا فيه المنفعة، أو ما عاد فيه الريش وكلش. هادو كتلو بالريح خانزين حشاكم بصح صالحين. أما البيض ها هو عاد فيه الدم، ها شتو؟ ها هذاك اللي خرجوه حنايا كنرميوه، ها هو في عاد الدم ديال الفلالس، شتو؟ هذا حنا عندنا فيه منفعة. الناس اللي كاين في الباديه حنا عندنا هاد القشور حتى شي واحد ما دارها لكم. هاد القشور عندنا فيه منفعه. هاد الخامج غادي نقلعه ونوري لكم واش ديروا به مره اخرى. الخامج هو هذا، وهذه راه ريحتها حشاك وخانزه، وهذه حتى هي خامجه، ولكن الدجاجه من شافتها خامجه كلات لها المح ديالها، يعني تقبتها حاشاكم لهنا الدجاجه وكلات لها هذاك ديالها. وهادو من خانزين بزاف ما كلاتهمش، لان خانزين بزاف هادو. هادو ندير لكم به الوصفه نتاع اللي تدي لكم الراجل ديالكم. هادو هاد الخامجين دقه باطله، والله الجار اللي محرم عليك العيشه، والله الجاره. ها هادو غادي ندير لكم حلقه واحده اخرى، بصح حنايا اليوم نهضروا على هذا الشيء. هاد البيض فيه منفعه مزينته، وانتم سامحين فيها. هادو كيتفقس الدجاجة، كاين المرا اللي مسكينه ربي عمرها وجاب ليها لا دراري ولا دريات ولا كلش، تكون متقفة، وداك التثقاف كيحل هادشي. عندنا الاعشاب وعندنا البيض، عندنا هادو كيحلوا 100%. ولا البنت اللي تكون مسكينه متقفه لا على الزواج، ولا الراجل اللي متقف على الزواج، ولا على التيسير، ولا على العمل، ولا على الخدمه، هادو راه دقه باطله. هادو يحلوا نص بالنص. حنايا غادي نجيبو هاد البيض، ها هو عاد فيه الريش وفيه عاد الدم، في
عاد من قسمت راني ديك النهار احتفظت به. وواحد راه قالت لي مسكينه، قالت لي ابراهيم راه فقست لي الدجاجه وراني عندي نتاع البيض هذا، قلت لها احتفظي به ما ترميه لا والو، لان حتى حاجه ما ترميوها. قلت لها احتفظي به غادي نقول لكم، وراني هضرت عليه غادي نهضر عليه اليوم. غادي نجيبوا هاد البيضه كل قشره اللي تفقس فيها الفلوس، وغادي نكتبوا فيها كاع داكشي اللي عندنا، كاع داكشي اللي عندنا في القلب ديالنا غادي نكتبوه هنا. تكتفي انت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني تكتبي كاع داكشي اللي كاين. من تكتبي هذاك الشيء اللي كاين، كل قشره تكتبي فيها واش ناويه، كاع كاملين اللي هنايا، شحال ما كانت عندك مبيضه، شحال ما كانت عندك مقشر، احتفظوا به وتكتبوا فيه اسماء كل شيء الحاجه اللي باغيينها وطالبينها تكتبوها هنا. من تكونوا تكتبوا تقراوا القران ديما تكونوا على وضو، ديما الحاجه باش تستقلك وزينه تكونوا على وضو. ها هي راه عاد فيه الدم، شوفوا عاد فيه الدم. ها تقولوا بيض داير ولا ها هو عندك جلود فيها، شفتوا. هذا بالنسبه للدجاجه من تكون محطنه يعني قارقه على البيض، كيخرجوا الفلالس وترمي لنا هادو وترمي لنا البيض الثاني كاين اللي ما يخرجش، اللي ما يكونش قايس وديك، بصح اللي قايس وديك كيخرج كامل. اه ريتها خانزه. غادي نجيبو هادو، وكتبنا كلشي الاسماء اللي كتبناهم. غادي نجيبو الاعشاب الثاني هادو، غادي نقراو عليهم القران، نقراو الصوره اللي بغينا، نبداو بالاخلاص، نبداو بالصوره الفاتحه المعوده، المهم كلشي تقراو باش تحل لكم كاع داكشي اللي عندكم. هذا من نبغيو نبخروا بهذا الشيء. غادي تكوني بوحدك في البيت، ولا الا كانت مع اختك، ولا الدنيا هانيه، ولا الراجل ثاني مع اخوه، ولا كسمتا، المهم خاصك تكون غير جلابه، ما عندك حتى شي حاجه كيما جابتك امك، لان تا يكون فيه تاتك تا سحر الارحام تا هو نديرو. خاصنا حنايا نجيبو جلابه باش نتفوسخو، يكون عندنا المجمر، المجمر يكون شاعل، والفاخر الزين. اياكم التبن، التبن راه ما يدير حتى شي حاجه، عادي يدوب كل شيء. هذا فاخر زين ديال الحطب ولا ديال الفاخر. غادي نجيبو حنايا هاد الحوايج رانا كتبنا فيه اللي باغيين، وغادي نجيبو الاعشاب. الاعشاب ما هزيتش المجمر، نديرو حنايا هذا هو المجمر مثلا، المجمر هو هذا، درنا النار كلش. غادي نجيبو حنايا خاصنا نطحنوهم، خاصنا نطحنوهم. غادي نجيبو شويه مسك، هذه راه كبيره تقلعوا منها النص، المسك الابيض. غادي نجيبو عداد لهاد الدهد، وحيد عليا العكس وديه لشي بلاد هدا. غادي نجيبو هنايا الكبريت الاصفر، الكبريت الاصفر هاك الكبريت الاصفر. غادي نوري لكم بعدا هذوك اللي ما عرفش عداد. ها عندنا عداد، هو هذا عداد، هو راه البطاطا ديال الشوك، هو كيقلعوه من الشوك في الارض، كيولد في الارض، كاين شي شوك وراه فيه شحال من كسمته مع اشكال. هذا الفاسوخ الابيض، كاين اللي ما تعرفش الكبريت الاصفر. عندنا القرفه هنايا، القرفه راه زينه التيسير وكلش، القرفه عود. عندنا هنايا حب الهيل، نهزو جوج ولا ثلاثه، جوج ولا ثلاثه نديروه هنايا. عندنا درك سنه مكي، سنه مكي او سنه حرام، هاي شفتوها هاي، اللي ما تعرفهاش نوريلكو الكاميرا، هاي سنه مكي هي هذه، نهزوها ونديرو شويه، ندير شويه هنايا. غادي نجيبوهم ندكوه واحد شويه، نخليوه واحد شويه غبره، ونجيبوهم ونخلطهم مع هذا البيض، نخلطهم مع هذا البيض ونهرسو، نهرسو هذا البيض وكل شيء راه فيه الاسماء وكل شيء، ونخلطوه ونقسموه على ثلاث ايام. نقسموا هذا البيض على ثلاث ايام به بالبخور ديالو، يكون مخلط وكل شيء، يتقسم على ثلاث ايام وغادي نبخرو به. الاربع الخميس والجمعه ثلاث ايام، نقسموه على ثلاث ايام، واللي بغات تقسمو على خمس ايام ولا ست ايام لا، ولكن حنا صلاحنا غير ثلاث ايام. اذا كان عندها البيض بزاف تنقص، دير غدا ثلاث مرات وتعاود ثاني كن بالاخر، والبيض تشدو
البيض شحال ما كان عندها، إذا نقول لك أنا عندها 20 دير 10 وتخلي 10 تحتفظ بهم مرة أخرى. غادي نديرو حنايا الأربع الخميس والجمعة ونديرو مور العصر، كيفوت العصر واحد الساعة ولا نديرو حنايا ساعة ولا نص ساعة ونديرو حنايا هاد البخور، نبخرو به ونقراو القرآن ونطلبو كاع باش ربي يحيد علينا هاد التعكاس. هذا هو الوصفة نتاع بالنسبة للقشور ديال البيض من تفقس الدجاجة. كنبغيكم ونموت عليكم، وهذا كيتخلط مع هذا، هذا نطحنه واحد شوية وهذا نهرسو غير واحد شوية هكا ونخلطو كلش ونقسمو على ثلاثية. إلا كانت عندك 20 بيضة دير 10 وتخلي 10 النهار آخر باش تعاودي لها. يا ربي يجيب التيسير جميع المسلمين والمسلمات، وهذا يديرها راجل ولا امرأة والتعكاس ولا حتى اللي ما كانتش مسكينة ما عمرها طلبها شي واحد ولا دار بها شي واحد، راه زين راه زينة بزاف. كنموت عليكم ويا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفة.